ننقل لكم المباراة من ملعب الطابي، ملعب المدينة. استمتعوا بالمشاهدة. إلى منتصف الملعب إبراهيم، إلى مهند، مهند يلعب يشوت، يو كان خطيرا، كان وشيكا، كان وشيكا، لكن الحارس يتصدى لها. الى مهند، مهند يركض الى الكره، يركض اليها، الى ابراهيم، ابراهيم ارحمني، ابراهيم ارحمني، لا لا يا ابراهيم. الكره لدى مهند، مهند الى من؟ الى ابراهيم، ابراهيم يلعب، ابراهيم الى مهند، لكن العارضه. اوه ماذا نرى هنا؟ هل نرى هدف؟ هل نرى هدف؟ يا الهي يا الهي، ما هذا؟ ما هذا يا مهند؟ ارحمهم ارحمهم، احرق مرماهم. مهند ياخذ منهم الكره، مهند يذهب، مهند يروح لباسي، لكن هذا تقدم طويل لاعب. نعم الان يلعب، يلعب الى من؟ الى من؟ الى من؟ الى مهند، الى مهند، يا سلام، والسحب، السلام عليك. حاول ان يرجع الى المنتصف الملعب، الى مهند، مهند يركض، لم يحالف الحظ، لكن ان شاء الله يرجع لها. يروح يروح يروح، يا سلام عليك ابراهيم، روح ابراهيم، يا سلام عليك، لكن الى خارج الملعب. ماذا نرى هنا؟ هل نرى ضربة؟ هل نرى ضربة جزاء؟ نعم نرى ضربة جزاء، يسددها الزبير، لكن لا، العارضة اليوم، العارضة، ما هذه العارضة؟ الحظ لم يحالف أحد اليوم، ما هذا العارضة؟ الزبير لقد ضيع ضربة جزاء. وانتهت المباراة بفوز فريقنا 5-2 لصالحنا أكيد.